واضح أن الأمور تغيرت الآن مع إيران في ظل انخراطها بشكل جدي في الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق أسلحتها التي بدأت تلعب أدوارا كبيرة، بل أن هنالك تفاصيل جديدة وخطيرة قد نشرت اليوم تحديدا عن دفعة أسلحة كبيرة قادمة مباشرة من إيران إلى روسيا، نشرتها CNN الأمريكية. من مراقبين غربيين يراقبون هذه التفاصيل وجاءوا بهذا التسريب، والتسريب مرتبط بأن هذه الشحنة فيها صواريخ باليستية ذاهبة إلى روسيا، وهذا ما نشر اليوم في CNN الأمريكية عن طريق مسؤولين من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيرانية لشبكة CNN. قال الآتي: إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي تتضمن صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض والمزيد من الطائرات بدون طيارة الهجومية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وبالتالي هنالك رقابة كبيرة، وهذه أول مرة تذهب وتنتقل الآن الصواريخ الباليستية بشكل عملي إلى الداخل الروسي، مما قد يغير العديد من المعادلات في هذه المعركة. ولكن أيضا هنالك أمر هو يعتبر خطيرا للغاية، قد يكون هو الأخطر على الإطلاق. تحدثت عنه الأسوشيتد بريس بأن روسيا تستغل وتريد استغلال، بل بدأت تبحث عن تجنيد الكوماندوز الأفغاني الذي دربته الولايات المتحدة الأمريكية لاستغلال خبراتهم وإمكانياتهم في الحرب الأوكرانية الروسية. وهذه التفاصيل طبعا بشكل مثير نشرت عنها الأسوشيتد بريس بأن عند انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان تماما، تركت الكوماندوز الأفغاني الذين طبعا دربتهم وسلحتهم وتعاونت معهم في مواجهة حركة طالبان، تنظيم داعش، القاعدة وغيرهم، كانوا يركزون ويحاربون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد حركة طالبان. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، تركت أفغانستان، تركت الكوماندوز الأفغاني من دون أي مساعدة، من دون أي حماية لعوائلهم، وطبعا سيطرت حركة طالبان كما نعلم وكما نتذكر. وكان هذا الانسحاب وصف من العديد من الأوساط الغربية بأنه فوضوي، بسبب أن هنالك كثير من الأمور التي لم تكن مخطط أو لم يكن مخطط لها أبدا. وطبعا مع سيطرة حركة طالبان بدأت تبحث عن الانتقام من هؤلاء الكوماندوز الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة. على هذا الأساس انسحبوا مباشرة وغادروا هم وعوائلهم لإيران، وإيران استقبلتهم من أجل حمايتهم وحماية عوائلهم. هذا هو الحال وهذا ما جرى لهم، وهذا ما حذر منه الكونغرس الأمريكي وتحديدا الحزب الجمهوري الأمريكي. قالوا: انتبهوا تماما أيها الأمريكيون بأن هؤلاء الكوماندوز من الممكن أن تكون هذه المسألة والخبرات التي يتمتعون بها من الممكن أن تكون مفيدة للعديد من الأطراف التي هي تعتبر معادية للولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن مايكل ماكول، هذا الرجل الجمهوري تحدث بتقرير في أغسطس الماضي، اهتمت به طبعا الفورن بوليسي، الواشنطن بوست نقلت تماما التقرير الذي أرسله إلى الكونغرس الأمريكي، وكان قد تحدث بأن من الممكن لإيران وروسيا أن تستفيد تماما من طبيعة الخبرات التي من الممكن لهذا الكوماندوز الأفغاني أن ينقلها لإيران أو حتى لروسيا. وهذا الأمر فعلا الآن يتحقق بحسب التقرير الذي نشر من الأسوشيتد بريس. فهؤلاء الكوماندوز الآن مع انسحابهم ومع وجودهم مع عوائلهم مع اشتداد المعارك الأوكرانية الروسية، الآن روسيا بحسب الأسوشيتد بريس قدموا عرضا للجنود الموجودين من الكوماندوز الأفغاني، وفروا لهم على سبيل المثال $1,500 كراتب شهري بالنسبة لكل جندي من هؤلاء الكوماندوز الأفغاني، بالإضافة إلى ذلك ضمانات بأنهم لن يعيدوهم إلى أفغانستان، لن يرحلوهم إلى أفغانستان ويسلمونهم لحركة طالبان لكي تنتقم منهم حركة طالبان. وعلى هذا الأساس عرض كبير قدم من روسيا لهذا الكوماندوز طبعا ولمجاميع الكوماندوز الأفغان من أجل الاشتراك مباشرة في الحرب الأوكرانية، وأن يكونوا مفيدين للغاية من ناحية التكتيكات ومن ناحية الأسلحة ومن ناحية العديد من الأمور. وبالتالي نحن أمام النقل للأسلحة بالطائرات المسيرة بالصواريخ الباليستية الآن قادمة بحسب CNN، بالإضافة إلى ذلك أن الكوماندوز الأفغاني المنزعج تماما بحسب عدد من التصريحات من عناصرهم للأسوشيتد بريس بأنهم منزعجين من ترك الولايات المتحدة الأمريكية لهم
ولكنهم يرون الآن بأنهم أمام فرصة مهمة لا بد من أخذها، وبالتالي هذا كوماندوز من الممكن أن نراهم في الحرب الأوكرانية بشكل خطير، وهذه ستكون مفيدة للغاية لروسيا وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.